الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الأخ الذي ترونه هو زعيم من زعماء قبيلة الفلاتة هناك في بورورو في النيجر، وهي مكان بعيد جدا عن العاصمة. ولما سمع بوجودنا هنا جاء يشتكي الغزو التنصيري لقبيلته. هذا الرجل زعيم لستين بلد، ستين بلد، حاكم هو حاكم لستين بلد. ستين بلد تحته أخونا أكثر. بيلو، بيلو بيلو تانكو. تانكو، وبيلو تانكو هذا اسم إسلامي ولكن بلغة الفلات. وجاء ببعض الصور ليقول انظروا النصارى يأتون إلينا في قبيلتنا ويحدثوننا عن دينهم، وهو جاء يعني منزعج جدا وجاء بالصور ليرينا أصل المشكلة والمحنة التي تمر بها قبيلته الكريمة. مسلمون جهلاء بالإسلام، يذهب إليهم النصارى في عقر دارهم ليفتنوهم عن دينهم. فهذا هو يعني هو هذه صورته، موجود في هذه الصورة على أقصى اليمين. و يأتي النصارى كل سنة يجتمعون بزعماء تلك المناطق، فجاء منزعجا وهو يعني أرانا بعض الصور، قال هذه قبيلتنا أيضا، هم مسلمون ولكن لا يعرفون شيئا عن الإسلام، هذا لباسهم التقليدي ولكن يعني أيضا يلبسون مثل هذه اللباس الطوارق، إلا أنهم فلات تزيوا بزي الطوارق أو يعيشون مع الطوارق في نفس المناطق، أليس كذلك يا شيخ؟ هم أصلا زيهم هذا كزي طارق، نفس الشيء، الفلات والطوارق في نفس المناطق. طيب هو جاء هذا الطريق الطويل لما علم بوجودنا نعم، هنا جاء من هناك لنذهب. نعم، جاء ليطلب منكم أن تساعدوهم لله سبحانه وتعالى، نعم، أن يعني تنشلوهم من أيدي هؤلاء ومن